هذا هو ها تعتني غايبه زي حط سبعه كما ضربه 360 وكتله ما خدموها ما ركبوا علينا عليها. هذا ابويا انحرقت له الدار، هو كل شيء روح له في البيت، نقات له تحيه تدرها من حرقوا له شر الكهربائيه درت له المشكله كيما هكا كينا عليها شحال من خاطر شحال من مره شكينا عليها وراها قاعده كيما بكى. الام راها في السبيطار والاب راه في السبيطار والبيت واحد اخر. انا كنت راقد لقيت النار شي عليا خرجت. وجد اربع ضحايا من بينهم شيخ امراه وطفلين لحسن الحظ الجميع عندهم اصابات خفيفه، تم تقديم اسعافات اوليه اليهم بعين المكان ومن ثم اجلائهم الى مساحه جواريه بعين حجر. بالنسبه للخسائر الماديه تمثلت في احتراق جزء كبير من الشقه المحترقه، وكما تم انقاذ باقي المساكن المجاوره من السنه النيران. تم الانتهاء من العمليه وهذا بتضافر جميع الجهود المتمثله في اعواننا بطبيعه الحال التابعين للحمايه المدنيه.